الشاعر سمير صبيح رحمة الله عليه يقول حذر بسوالفي نقلت جدم صياد واسأل خاطرك ما يوم جفلته. الحذر واجب بالعمل الفني؟ نعم. شنو المحاذير اللي تتخذها دائما؟ بالدرجة الأولى يعني المرافقين المقربين إليك. المقربين يكون حذر، لازم واحد يكون اختياراته صحيحة، لأن هذول أقرب ناس يكونون للفنان، وأكثر ناس هم اللي يوصلون لأفكار الخارجية، يعني آراء الجمهور والمستمعين يعني والناس، يعني يكونون هم الصلة بين الفنان وبين الناس. فإذا كانوا هذول هاي الحلقة المقربة للفنان تنقل صورة صحيحة، راح تكون خطواته و خلينا نقول يعني الأعمال مالته بصورة حقيقية واضحة.